كثيراً ما تستقي السينما مواضيعها من التاريخ، وهذا ما كان مع فيلم ماتيلدا للمخرج الروسي أليكسي تشيتل، الذي اختار أن تدور أحداثه حول قصة حب مميزة جمعت وريث الإمبراطورية الروسي نيكولاي الثاني وراقصة باليه. إنها من قصص الحب التي خلدتها صفحات التاريخ، وكان يمكن أن يكون لها أثر على مستقبل البلاد في بداية القرن العشرين. الاهتمام الكبير بالفيلم جاء نتيجة رفض بعض الناس لفكرة التصوير السينمائي لنيكولاي الثاني الذي طوب قديساً في الكنيسة الأرثوذكسية، وهذا ما جعل عمل المخرج أليكسي تشيتل على حد السيف، بدءاً من اختيار السيناريو وانتهاءً باختيار الممثلين. فكرة تصوير فيلم عن ماتيلدا كشيفسينسكا لها تاريخ طويل. كان هناك مخرجون قبلي أرادوا أن يعملوا على هذا السيناريو، حتى أنه كان هناك أكثر من سيناريو. لم يعجبني السيناريو الأول لأنه تمحور حول الباليه فقط، وكان اقتراحي أن يكون العمل عن وريث الإمبراطورية وليس عن الراقصة. اختياري للبطل والبطلة كان عملا مضنيا، فقد توجب أن يكون بينهما تفاعل عاطفي. في أثناء التصوير في ديكورات الكريملين جرت البروفة الأولى للممثلة ميخالينا، ولم تكن في الملابس التاريخية بل بثيابها العصرية العادية. بعد 30 ثانية أصبح من الواضح أنها مناسبة للدور، رغم أننا جربنا قبلها 50 ممثلة أخرى. وقعنا العقد مباشرة بعد البروفة الأولى. البعض يطالبني بعرض النسخة الخاصة من الفيلم. هذا ما أصابني بالدهشة، لأنني لم أتخلى عن أي لقطة أو كلمة بسبب الضجة التي أثيرت حول العمل. لم يكن تصوير الفيلم السينمائي سهلا، وكذلك الأمر مع البوست برودكشن. المشاهد لا يعي مدى الجهد المبذول، على الأقل لأن بطل الفيلم لارس إيدينجر ألماني. كان علينا أن نجد صوتا لدبلجته بصوت محترف حتى يبدو طبيعيا. هذا جهد كبير. كذلك دور البطل الذي لعبته الممثلة البولندية ميخالينا ألشانسكي، فقد كانت تتقن الروسية ولكن اضطررنا لدبلجتها أيضا لتتكلم بلغة سليمة. كانت هناك مشكلة كبيرة في الدمج بين البطلة الممثلة والراقصة التي تؤدي عنها الرقصات الاحترافية. بحثنا عن راقصة تشبهها بالوجه والجسم، فحالفنا الحظ فوجدنا راقصة مناسبة. لقد حصلنا على مساعدة كبيرة من المايسترو جيرجييف، الذي وضع مسرح مارينسكي تحت خدمتنا خلال عطلة فرقته. 10 أيام كان المسرح والناس العاملين فيه في خدمة فيلمنا. كان عددنا ضخما، ما بين 400 شخص لتصوير مشاهد الحشود وفرقة الباليه التي تشارك في التمثيل، بالإضافة إلى 350 شخصا هم فريق العمل. ولكم أن تتخيلوا كيف كانت ساحة التصوير. الجدير بالذكر أن فرقة مسرح المارينسكي أدت الموسيقى التصويرية للفيلم، والتي كانت من تأليف الموسيقار العالمي ماركو بيل ترامي، الذي استجاب لدعوتنا في الاشتراك بالعمل رغم أننا لم نكن قادرين على دفع أجره الكبير. قصة الفيلم ووعدي بأن المايسترو جيرجييف سوف يقود الأوركسترا
كل هذا جعله يتعاون معنا، إنه كان في قمة السعادة عندما حضر في سانت بطرسبرغ تسجيل موسيقى بأداء فرقة المارينسكي. كان هذا انتصارا لنا جميعا. تدل الإحصائيات على أن الناس يريدون مشاهدة الفيلم ليس بفضل القصة المحاطة حوله، ولكن لأنهم مهتمون بالفيلم. في فلاديفاستوك خلال 40 دقيقة بيعت كل البطاقات لخمس صالات سينمائية. العرض الأول تصاحب بموجة من التصفيق. المشاهد ينظر بإيجابية للعمل، وخاصة الجيل الشاب. روعة السينما في أن كل شخص يراها من وجهة نظره. قد تمس مشاعر البعض، آخرون قد يستخدمونها كموشور لعكس مشاعرهم. هناك من يجد في الفيلم ما يبهج، وآخرون ما يحزن، وفي هذا تحديداً قوة السينما. إنه ذاك الشغف الذي كان يمكن أن يغير تاريخ روسيا، والحب الذي أصبح أسطورة تروى. فهل سيكون لهذه القراءة السينمائية نصيبها من الشهرة؟ هذا ما سيبرهن عليه الزمن.